ادي صابر وادي صابر ولمست في الايد وكوره عند علي جبر. حكام الفار محمد سلامه ومساعده عاطف حسين استدعوا قدم. ده اللي هنشوفه من قرار طارق مك. ركله جزاء رمدي داخل الكارتي داخل الكارتي وبيجيب جول 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 جول. ثبته ثبته ومسمره داخل الشباك وببراعه شديده. لقاء هدف التقدم لبيراميدز على فيوتشر في الدقيقه الخمسه من الوقت المحتسب بدل الضائع. الى الملتقى اصدقائي مع بدايه احداث الشوط الثاني اللي تغير الحال في الثواني الاخيره. الكره الاماميه من رفعت علي جبر طبعا راس ماله الكرات العاليه. علي ماهر هيروح يشوفها طارق مجدي. هنشوف ناصر واكرامي داخل ناصر داخل ناصر داخل ناصر وجول جول جول جول. حطها بمثاليه شديده جدا جدا. ناصر حطها بشكل مميز وقوي وراكنها وراسمها رغم محاوله اشريف اكرامي، ولكن الكوره اسرع الكوره اسرع والتسديده قويه جدا جدا من ناصر. علشان الدقيقه 72 اصدقائي تعلن عن عوده فيوتشر من جديد الى اجواء اللقاء ونعود مره اخرى مشاهدينا. الكره في محاوله للضغط من فيوتشر بينجح فعلا في الاستخلاص. احمد رفعت ممكن 3 على 3 رفعت وعلي جبر رفعت وعلي جبر رفعت بيلعب عرضيه وادي فرصه كبيره وجول جول 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 جول. عملها فيوتشر وعملها رفعت وحط على تمريره من طبق من الماس مضى على كوره بهدف لناصر ماهر في الدقيقه 90. قلت لحضراتكم اللقاء قابل لمشاهده اهداف جديده وبالفعل. بص بدا منين؟ من نص الملعب وعلي جبر احمد رفعت وعلي جبر لكن عدى وفات وحطها على طبق من الماس مضى على الكوره لناصر ماهر الذي لم يجد صعوبه ابدا ابدا في احراز الهدف القاتل في الدقيقه 90 عن طريق اسيست ودليفري من احمد رفعت وناصر ماهر.